هذا النشاط هذا اللي هو يأتي في سياق الاحتفال ديال المناضلين الاستقلاليين والاستقلاليات باليوم العالمي للمرأة. هذا النشاط هذا اللي هو يعني تعبئت له المفتشية الإقليمية لإقليم طنجة أصيلة، وكذلك تعبئت له جميع المناضلات الاستقلاليات وكذلك المناضلين الاستقلاليين وكذلك جميع الفروع من أجل إحياء هذا النشاط. هذا النشاط هذا اللي كيندرج اولا في سياق تكريم المرأة الاستقلالية والتضحيات اللي قامت بها الى جانب اشقائها الرجال في العديد من المجالات، فضلا ان هذه المحطة تأتي من اجل تقييم مسار نضالات وكفاحات المرأة المغربية عموما، وكذلك من اجل تسطير برنامج عمل وبرنامج نضالي يتوخى الدفاع على المكتسبات وكذلك تحسين الحقوق المرأة عموما. احتفال بمجموعة من المناضلات وكذلك من المناضلين الذين ساهموا بكفاحهم لسنوات.